أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما أسأله كذلك أن لا يحرمنا وإياكم من شرف الدعوة إليه والدلالة عليه وكرامة البلاغ عن نبيه صلى الله عليه وسلم. مع اسم الله القدير سبحانه وتعالى، في عجالة سريعة أيها الأحبة، أذكر نفسي وإياكم بما قلته في هذا الاسم المبارك، وهو أنه جاء في كتاب الله جل وعلا بهذه الصيغة 45 مرة. القدير، وجاء بصيغة المقتدر، وجاء أيضا بصيغة القادر سبحانه وتعالى. فهذا الاسم أيها الأحبة له خصوصية، وذكرت شيئا من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. من دلائل قدرة الله، لو أن العبد، القرآن كله يدعونا إلى التدبر، القرآن كله يدعونا إلى النظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الإنسان لو نظر في نفسه هذا الجرم الصغير، كما قال أهل العلم أن هذا الجرم الصغير ينطوي فيه العالم الأكبر. لو أنك تدبرت في نفسك وفي ذاتك ستجد أن العالم كله كأن هذا الإنسان من داخله عالم وحده. إذا توقف عضو من الأعضاء ستعلم قدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أيها الأحبة، من مظاهر قدرة الله على عباده، من عجيب قدرته، كما ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله، من عجيب قدرة الله تعالى كثرة الخلق، ثم لا ترى أحدا يشبه آخر شبها لا يكون بينهما فيه فرق أبدا. هذا الفرق العجيب بين الخلق جميعا، فلا تجد واحدا يشبه الآخر. انظر إلى بصماته، وانظر إلى لمساته، وانظر، لابد له من خصوصية ينفرد بها. مسألة البصمات والفيش والتشبيه والكلام اللي بيعملوه دلوقتي، ما فيش واحد زي التاني منذ لدن من لدن آدم إلى الآن، وهذه من علامات قدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأمور التي لا يمكن لأحد القدرة عليها أبدا، وهو تقليب القلوب، تقليب القلوب. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. هذه القلوب لا يستطيع أحد أن يغير ما في قلب إنسان إلا ربك سبحانه وتعالى، إلا بإذن ربك سبحانه وتعالى. فمهما بلغت قدرة المخلوق وسطوته وقهره، ربما يغيره ظاهريا، إنما يغير قلبه من داخله لا يستطيع إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. لا يقوى بشر على تغيير ما في قلب البشر قسرا، فلو امتلك قلبك بمحبة أحد فلا يستطيع أحد أن يقلب محبتك كرها إلا أن يشاء الله. وضربت مثالا على ذلك في قصة فضالة بن عمير في تعامله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال له لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدره، فسكن قلبه، سكن قلبه وتغير بعد دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه. فيقول فضالة: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. وكذلك ثمامة بن أوسال لما نطق بالشهادتين قال له: يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله يا محمد ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. القدير سبحانه وتعالى، القدير سبحانه وتعالى هو الذي يغير القلوب، فلا تجد أحدا يملك ذلك أبدا، لا يملك أحد ذلك إلا القدير سبحانه وتعالى. ومن كمال قدرته أيها الأحبة إحياء الموتى، إحياء الموتى.
ولنا فيها نظر، كما ذكر ذلك القرآن. انظر إلى هذه الآية التي جاءت في سورة البقرة، قصة عزير ذلك الرجل الصالح الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقد بليت واندثرت وانمحت أثارها ومات أهلها، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وجوه عديدة في قدرة الله في هذه الآيات. الوجه الأول أن الله أمات عزيرا 100 عام ليتحلل جسده بالكلية، ثم بعثه بعد الموت في سابقة لا تحدث إلا يوم القيامة. الوجه الثاني أن الله أعاده إلى قريته شابا كما كان، فوجد أولاده وأولاد أولاده شيوخا وعجائز، وسأله الله تعالى فقال: كم لبثت؟ ليظهر له عجزه عن الإحاطة بأحواله وشؤونه، ويعرفه قصور علمه بنفسه فضلا عن غيره مع كمال إحاطة الله بكل شيء. الوجه الثاني أو الثالث أنه لم يشعره بطول الزمان، فمرت عليه ال100 سنة أو ال100 عام كأنها يوم أو بعض يوم. الوجه الرابع من بدائع قدرة الله سبحانه وتعالى حفظه للطعام، حفظه للطعام. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، حفظه لطعامك، وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. حفظه سبحانه وتعالى للطعام أعواما طويلة دون تغيير، والطعام كما تعلمون يعني أسرع ما يكون إلى الفساد وإلى الهلاك وإلى التغيير. ومن دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى أن بدنه صار ترابا وكذلك حماره. تأثير الزمان على الأبدان اختلف، ولكن القدير عاده كما هو، القدير عاده كما هو إلى أن زعن هذا الرجل من داخله وقال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أن الله على كل شيء قدير. كذلك قصة سيدنا إبراهيم، إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، إلى آخره، إلى آخر الآيات. كذلك أيضا من علامات قدرة الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة هو تعطيل الأسباب، تعطيل أسباب. من قدرة الله أن يجعل السبب عدما ويجعل من العدم سببا. أقولها تاني، من قدرة الله أن يجعل السبب عدما. ربما يتعلق قلبك بسبب من الأسباب وتظن أن هذا السبب هو سبب سعادتك وسبب رزقك وسبب نجاتك وسبب وسبب إلى غير ذلك، وتحسبها بالورق والقلم. الله سبحانه وتعالى يعطل هذا السبب فلا تجد شيئا. ومن قدرته سبحانه وتعالى أن يجعل العدم سببا، ربما لا ترى فيه سببا ولكن الله يريد أن يرزقك من هذا الشيء، الله يريد أن ينصرك من هذا الأمر، الله يريد أن يشفيك من هذا المرض. ربما يقول لك الأطباء جميعا أنه لا علاج لك، وأنه أن فلان مثلا ده قدامه ساعات ويموت أو إلى غير ذلك، ولكن القدير لا يريد لك ذلك، وإنما يريد لك أمرا آخر. ومشيئة الله وقدرته نافذة لا محالة، نافذة لا محالة. الله يخاطبنا بقدر عقولنا، فيقول أن أمره موقوف بين الإيه؟ كن، بين الكاف والنون. أقصر كلمة في القاموس هي كلمة كن، كن في قاموسنا نحن، فإن الله سبحانه يخاطبنا بما تفهمه. ولكن أحب أن أقول لك، إرادة الله موجودة قبل كن، ولكن تظهر أو يظهر للعيان أو يظهر للناس بكن، إنما هو موجود بمجرد إرادة القدير سبحانه وتعالى. إن كان الأمر كذلك أيها الأحبة، إن كان الأمر كذلك بعد الذي ذكرته،
وأمثلة عديدة على قدرة الله سبحانه وتعالى. انظر إليه في أضعف خلقه، في أضعف مخلوقاته، فإن من أضعف مخلوقات الله سبحانه وتعالى هي أعجز قدرة في الخلق، البعوضة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذه الأشياء الصغيرة المعقدة في الخلق تجد إعجازا كبيرا جدا في خلقها، تدل على قدرة القدير سبحانه وتعالى. وأعظم ما توصل إليه البشر في عصرنا هذا إنما هو مجرد محاكاة لما صنعه الله تبارك وتعالى. أي حاجة تقدمه في أي أقصى حاجة دلوقتي ظهرت، الروبوت، الإنسان الآلي اللي عاملينه، ورغم قصوره إنما هو محاكاة للإنسان ومشابهة وشتان، والذي صنع هو الإنسان رغم قصوره وعجزه إلى غير ذلك، إنما يدل على قدرة القدير سبحانه وتعالى. إن كان الأمر كذلك فهل تتوكل على غيره؟ وهذا الذي نحن بصدده، وهو حظ المؤمن من اسم الله القدير، حظ المؤمن من اسم الله القدير، صدق التوكل عليه. من عرف أن الله على كل شيء قدير فإنه يتوكل عليه ويفوض أموره جميعا إليه في قضاء الحوائج وتفريج الكروبات، فيركن إليه سبحانه وتعالى، ولا يلتفت بقلبه يمنة ولا يسرى إلا إلى غير القدير سبحانه وتعالى، لأن مقاليد الأمور بيده، فلا يستعصي عليه شيء. وأما المخلوق الضعيف فمهما أوتي من القوة والقدرة والملك فكل ذلك محدود لديه، وهو الموصوف بالعجز، هو الموصوف بالعجز والقصور. كل شيء، كل أي شيء في هذه الدنيا، فيا صاحب الهم الكبير ويا صاحب المرض الذي قال لك الأطباء جميعا أنه مستحيل من شفائه، هو على الله هين. اسمع لقول الله سبحانه وتعالى: قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين. هو علي هين، كل أمر تظن أنه مستحيل فهو على الله هين. إن كان ذنبك كبيرا، إن كان همك كبيرا، إن كان إلى غير ذلك، كل منا له طلب وله وله، لن تجده إلا عند القدير سبحانه وتعالى. فلا تذل نفسك لغيره، وتوكل عليه، وكن صادقا في توكلك عليه، وليكن شعارك هو على الله هين. هو على الله هين، ولكن كل شيء بقدر، وكل شيء بإرادته سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في اسم الله القدير سبحانه وتعالى: اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، أسعدنا بتقواك، امنحنا رضاك، اجمعنا مع حبيبك ومصطفاك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، أصلح لنا شأننا كله، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم فرج عن أمة محمد فرجا عاجلا قريبا، فرج هم المسلمين في كل مكان، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم أعط كل من سألنا الدعاء مسألته، اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين، اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين، ارفع عنا الوباء والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما أنزلت في هذا اليوم من خير وبركة وسعة رزق وتيسير أمر وتوفيق إلى طاعة وحفظ ولطف، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلت فيه من سوء وبلاء وفتنة فاصرفه عنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.